السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وجعل سعادة الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب انا امل ودي قناتي لو اول مرة تشوفي القناة يا ريت بسرعة تنزلي تشرفيني وتنوريني تشتركي في القناة لاني شرف ليا وجودك معايا ما تنسيش تفعلي لي زرار الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك بايديك الحلوه دي يوم جديد وروتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بس قبل ما نبدا الروتين كالعاده ننزل نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وما ننساش ندعي لاخواننا ان ربنا ينصرهم نصر عزيز اللهم امين يا رب العالمين وكالعاده لو معرفناش نكبر الخاطر فما نكسروش ربنا يكبر بخاطرنا كلنا ويرزقنا اضعاف مضاعفه من اللي احنا بنتمناه ربنا يرزقنا الخير والسعاده وراحه البال وكل حاجه حلوه ربنا يدهل وديكم. اللهم امين يا رب العالمين يديكم الصحه والستر والعافيه اللهم امين يا رب العالمين وشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين النهارده بقى روتين النهارده كده روتين حماسي كده هيخليكي تقومي تشجعي وت... يعني وتقلبي الشقه كده يلا بقى خلاص خلصنا كده اجازة العيد يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده الروتينات الجميله مع بعض ونشوف كده روتين حماسي كده روتين صباحي كده هيخليكي تقومي تشوفي اللي وراكي بجد الفيديو النهارده هيشجعكو يا بنات وهيخليكم كده تقوموا تشوفوا اللي وراكم زي ما انتم شايفين كده انا كان عندي كميه هدوم طبعا الفيديو ده كان معايا انا لسه يعني ما عملتش حاجات وباذن الله يعني ما صورتش حاجات بس ده كان معايا فقلت لازم انزله لكم وكمان آه هنزل لكم برضو آه حاجات على كنا في المنصوره وكده ويعني ايه فسحه العيد تمام تمام فيلا شجعوني كده باللايكات الجميله بتاعتكم والكومنتات الحلوه اللي بتشجعني كده زي ما ان شايفين كده اول حاجه حطيت دوره غسيل وكلها بواضح ان هي إيه ابيض يعني بسم الله ما شاء الله فحطيت دوره الغسيل كده زي ما انتم شايفين وقلت بقى ايه احط دوره الغسيل عم اروح اشوف اللي ورايا ايه انا بحب يا بنات ابدا اول حاجه ببدا بيها ان انا اصلي وبعد ما اخلص صلاتي اشوف اللي ورايا واعمله وابدا بقى ايه كل حاجه ابدا اعملها تمام تمام زي ما شايفين كده انا زي ما قلت لكم من الفيديو ده كان معايا قديم ايه بس قلت بقى ايه ان انا نزله لكم ايه لان ما كنتش يعني ايه ما كانش نزل وكده و... فقلت لازم انزله لكم تمام تمام المهم زي ما انتم شايفين كنت غاسله بقى الهدوم السوده يعني كده العبيان والحاجات دي والازدالات السوداء. فقلت هطبقها وكمان الحاجات دي انا كنت شايلاها الاجنحه بتاعه الستاير اه اللي هي الحيطه الستان دي فكنت شيلتها اه كده وهوديها هطبقها كده كنت شلتها غسلتها وانا طبعا شايله كل حاجه انا حاطه الشيفون بس يا بنات فهطبقهم كده واحطهم في الدولاب بتاع الاطفال واخلص اللي ورايا وباذن الله نبدا الروتينات الجميله كده مع بعض طبعا كانت هنا الغساله خلصت عم عملت شويه الحاجات دول وطبعا كنت بعمل حاجات تانية يعني بس ايه الحاجات اللي انا بصورها لكم بس المهم الحاجه خلصت كده زي ما انتم شايفين فقلت بقى ايه يلا يا اموله كده اتشجعي وروحي آه نشري الهدوم كده وظبطي كل حاجه فزي ما انتم شايفين كده ظبطت كل حاجه الحمد لله وطبعا مفيش احلى من كده ان انت آه تخلصي كل اللي وراكي طبعا عما خلصت اه كانت الهدوم نشفت يعني بصوا يا بنات هي الهدوم ما بتاخدش ساعه ساعتين فحرام يعني ان انت تسيبيها وطبعا زي ما انتم شايفين اه البلكونات عندي كانت مليانه عامله ازاي يعني انا مش عارفه اقول ايه بس البلكونات عندي بجد والله يوميا بالمنظر ده آه فمن التراب وكده واحنا عارفين الحر والتراب وخصوصا ان انت على شارع وكده فالمهم ان انا كنستهم كده بس طبعا بعد ما شيلت الهدوم آه فكنستهم كده كنست البلكونات كلها ومسحت معاكم زي ما انتم شايفين كده اه وخلصت كده قلت ايه الحمد لله اما اخلص كل اللي ورايا كده وانا اه طبعا الجو حر جدا والنور عاد بيقطع يعني بسم الله ما شاء الله اه زاد في الساعات وكده المهم جيت هنا برضو اه قلت بقى ايه اخلص هنا برضو اه اكنس وامسح كده فزي ما انتم شايفين طبعا ده البصل اللي انا مخزناه وحطيته كده وكنست تحته وخلصت كده اللي ورايا وبعد كده بقى كنت على لحمه وكنت مظبطه الدنيا كده فقلت بقى ايه ان انا اخلص المواعين طبعا انتوا شايفين المنظر المطبخ عامل ازاي يعني مش قادره اقول لكم يا بنات والله العظيم انا مش عارفه في ايه بالظبط انا برتب كل حاجه والحمد لله الشقه بتبقى نظيفه بس مش عارفه ممكن في ثانيه كده لو غبت شويه تلاقيني كميه المواعين دي فبقول الحمد لله يعني ربنا يديم علينا <applause> عفوًا يا بنات ربنا يديم علينا صحتنا وعافيتنا اللهم امين يا رب العالمين وش مرضانا ومرضى المسلمين ويا رب كده دايما الصحه والعافيه ملازمانا اللهم امين بس والله مش عارفه في ايه انا كميه المواعين بقول ايه الحمد لله الحمد لله والله, والله. اه فغسلت كده المواعين دي وهبتدي بقى ايه ان انا اشوف اه اكمل اللي ورايا واخلص كده بدري بدري يعني ايه تخلصي احلي حاجه انت هتعمليها في حياتك ان انت تخلصي كل اللي وراكي طبعا مش هتبدأي كده تقولي انا هبدأ منين وهقعد كده هتاخدي كتير في الوقت فانت تشوفي الحاجه اللي انت هتعمليها تكتبي في ورقه انا هقوم اعمل كذا وكذا انا الشقه مش نضيفه هقوم اروقها طبعا يا بنات زي ما احنا عارفين احنا بنروق الشقه اه يوم في الاسبوع تروقه نظيفة يعني تروعة عميقة بجد يعني كده وطبعا الملايات بتشال وبنغسل وطبعا الغسيل ده يوميا يعني في الحر ده يعني, يعني يوميا يعني يوم ما تقولي مش يوميا هيبقى يوم ويوم تمام والحمد لله يعني عندنا الغسالة وكده ففي ثانية يعني ايه, اه الغسيل بتغسل تمام تمام المهم ان انا غسلت المواعين زي ما انتم شايفين كده وهبتدي بقى ايه ان انا اغسل المواعين يعني اعملها بالميه كده شطف المواعين تمام تمام اهم حاجه انت لو وراكي اي حاجه كده تقومي زي الشاطره وتشوفي اللي وراكي بتعمليه وتشوفي اموله بتعمل ايه كده وبتخلص كل اللي وراها كده وخليكي شاطره وشطوره كده وقومي خلصي اللي وراكي تمام تمام المهم ان انا طبعا زي كالعاده يعني ان انا لازم اعمل كده الرغاوي بتاعتي كده ما عملتش الرغاوي دي وانا بغسل والله العظيم بزعل يعني بحس ان انا ما عملتش حاجه فطبعا كده غسلت كده وظبطت الدنيا وطبعا احنا خارجين من العيد بعد تنظيفات عميقه ايه وبعد كميه تنظيفات يعني قعدنا فيها بسم الله ما شاء الله في الحر ده فالشقه ايه نظيفه يعني ايه حافظه على نظافتها بقى كده خليكي شاطره كده وحافظه على النظافه بتاعتها ولان مش كل يوم هتهدي في نفسك وهتشيل السرير تشيل مراتب وتنضفي تحت السرير وكده لا نحافظ على الحاجه بقى عشان صحتنا كده و... آه، ونحاول نعمل كل يوم كل يوم ايدك في الشقه كل يوم الحاجه اللي, اللي مش نظيفه اعمليها الحاجه اللي عايزه تتشفط بالمكنسه شفطيها آه، طبعا مش هقولك كل يوم شفطي الشبابيك بالمكنسه لا آه، هقولك آه، كل اسبوع مثلا كل ثلاثة ايام على حسب كمية التراب اللي عندك وكمية يعني انت لو على شارع زي اعمليها انا مش على شارع عمومي يا بنات بس الشارع ده رايح جاي يعني بسم الله ما شاء الله يعني كده المهم ان انا قلت بقى ايه ان انا هعملها مره في الاسبوع انا كنت ظبطت كل حاجه ومسحت كل حاجه بسم الله ما شاء الله يعني كنت ماسكه انا طبعا مسكت الشقه كلها ظبطتها كده فقلت بقى ايه في حاجات هبقى اعملها بعد العيد طبعا بس انا محافظه على نظافه الشقه فخلاص الحمد لله كده هشوف اللي, اللي ناقص واعمله آه فالحمد لله طول ما ايدك في الشقه طول ما هتحسي ان الشقه نظيفه واحنا طبعا اللي عندنا المطبخ وطبعا احنا على طول في المطبخ فبنروقه الحمد لله انا هنا برده زي ما انتم شايفين كده كنت بوريكم الصلصه آه مش الصلصه بنات دي بناه آه دي آه طماطم كنت آه سلقاها وبعد كده جيت غسلت البوتاجاز زي كدا ما انتم شايفين كده وظبطه وانا ما برتاحش غير اما اظبط البوتاجاز وامسحه وامسحه واخلي كل حاجه عندي تمام كده انا بحب كده آه برتاح نفسيا نفسيتى بتستريح بصراحة ربنا يا بنات اما بعمل كدة وبحس ان انا الحمد لله لا في إي إي ان انت ما بترضيش ان حاجتك كده تفضل مش نظيفه او كده لا في ناس ممكن تسيب الحاجه يعني مش نظيفه او كده لا احنا على طول اللي مش نظيف بننظفه على طول فدايما كده هتحسي ان اقل حاجه بتعمليها في الشقه هتعملك فرق إيه شاسع حتى مش شرط التجديدات مش شرط ان انت تجيبي تجديدات او حاجه إيه لا انا مش بقول كده انا بقول انا والله في حاجه كتير انا ما بجيب حاجه حاجه كده آه آه و آه هتديني شكل بسيط بس يعني عندكم البتاعه بتاعه ايكيا دي الصينيه دي انا جبتها وجبت طبقين كمان آه اديتني بس حاجه حلوه كده ان انت ممكن تعمليها في المطبخ كنت عايزة اغير حاجات في المطبخ طبعا بس قلت كل حاجة بتجي واحدة واحدة وطبعا زي احنا عارفين ان مفيش حاجة بتجي مرة واحدة وما بنضغطش نفسنا لان دلوقتي الظروف عادت يعني صعبة جدا وكل حاجة عادت فوق ال... يعني فوق الطبيعي الحاجات غالية فوق الطبيعي بجد ف يعني ايه بحاول ان انا ايه من الموضوع كده واشوف اللي عندي وطبعا اللي احنا عارفين احنا بنقعد نحوش طبعا لو هتحوشي كل يوم من مصروف البيت عشرة جنيه بس وتجيب اللي انت عاوزاه في اخر في اخر يعني في اخر الشهر آه تشوفي اللي انت عاوزاه وتجيبيه آه تحاولي تجددي تحاولي تجيبي مثلا آه طقم ملايات للاطفال طقم حاجه انت دي حاجتك انت تعتبر المصروف ده بتوفريه فانت ممكن تجددي بيه بس مش شرط ان انت عشان تروحي تجددي لازم تدفعي نص مصروف الشهر آه مثلا عشان خاطر كده ترضي نفسك ان انت لا مش كل حاجه لازم تجي في شهر واحد لا قسميها على الشهور قسميها على السنه والله ما في حاجه يعني هتخسس البني ادم المهم زي ما انت شايفين كده انا كان عندي الطماطم اللي انا قايله لكم عليها ان انا سلقاها وكانت بارده وكده فعملتها كده في فرمتها في الخلاط وصفوها ابتدي ان انا اصفيها كده زي ما انتم شايفين وطبعا الحمد لله انا مسحت الرخامه برده الرخامه دي يا بنات انا دايما ايدي فيها ودايما بمسحها على طول لاني بحس ان في تراب لو ما مسحتهاش يوميا ممكن نغسلها برضو. حابه تغسليها يوميا براحتك حابه تغسليها يعني كل يومين دي حاجه ترجع لك انا بقول لك على حسب انت شايفه الحاجه ازاي دايما الحاجه نظيفه نظفيها اكتر انا دايما بقول كده دايما الحاجه انت عامله لها تنظيف عميق يعني احنا عاملين المطبخ انا يعني عامله تنظيف عميق للمطبخ فبحاول ان انا الحمد لله احافظ عليه كده وكل حاجه تبقى تمام وكل حاجه تبقى في مكانها زي ما انتم شايفين كده الصلصه برضو حطيت زيت وسكر وشويه من الملح وطبعا السكر عشان الحموضه زي ما احنا عارفين والملح عشان يحفظها واما تبرد أحطها في الفريزر تمام تمام هنا كل حاجه تمام الحمد لله ما حاجه ما تنسيش اموله في اللايك والاشتراك في القناه طبعا انا نظفت المطبخ وطبعا ده يعني احلى حاجه والى اللقاء في فيديو